دين مجيد شنو؟ دين مجيد الله يسلمك. اسم الأم؟ طيب حاج. وأنت؟ أنا أي من سعدون شنو؟ أول رقم سيدي؟ صالح. خويا اثنين شاردين من التاجي. شو اسم الأم؟ تاجي. يلا احكي لي انت سكنهم سيدي سكن سكنك فلوجه فلوجه وين؟ فلوجه الزوية وانت؟ صلاح الدين بلد صلاح الدين بلد ايش قد معكم؟ مؤبد مؤبد يا مادة؟ أربعة وانت؟ مؤبد مؤبد أربعة أرحام يلا احكي لي احكي يلا تفضل سيدي الظافر هذا اللي مات وياني الظافر نعم دبرت يا دبر شنو؟ تيقه تيقه اي قال ليش ما نزين قال له شلون مدري شنو قال الشغله سهله ترى وبس نقص الاسيام بس هذا وامشي وياي انا حيل عجبتني الفكره نعم كنا نطلع ورحنا حيل مضايق كل المسجد بس انا متاكد وبعدين عطينا وياه ايمن حكوية قال هاي بعدين قعدنا قلنا لازم نشتغل هدوء أحد يعرف بينا من القاعة ولا أحد يعرف بينا من الحرس حطينا التيغة ونشتغل بالسيم سيليبورت فمون السيم يوميا نفتح لنا واحد اثنين نفتح اثنين ثلاثة هيك هالخطة لمدة صار ايش قد تخططونها؟ احنا صار لنا نشتغل تقريبا 25 يوم 25 يوم؟ اي زين وانت ايش قد صار لك هنا بالسجن هذا؟ هذا صار لي يعني 7 شهور القاعة هاي هسه انت اللي بيها ايش كم شهر صار لك بيها؟ جوز صار لي تقريبا شهرين شهر ونص هاي القاعة شهر ونص اي يعني تحولت من قاعة لقاعة؟ اي تحول من قاعة لقاعة زين انت قبل يعني قبل لا تدخل السجن واحد يعرف واحد انتم؟ لا انا تعرفت عليه بالقاعة وهذاك اللي كتب؟ هم نفس الشيء بالقاعة وصرنا مجموعة واحدة بحظيرة واحدة يعني طعمنا هذا اللي انقتل من جراء الهروب ايضا معكم واحد على 4 ارهاب